components of a hydraulic system راح يكون لازم يكون عندنا tank أو بنسميه reservoir. الريزرفوار هو اللي بنحط فيه اللي موجود فيه راح يكون هيدروليك اويل. ما راح يكون تحت ضغط بس الاويل بقعد في هذا التانك، فهذا التانك هو الريزرفوار تبع الهيدروليك اويل اللي مستعمل في السيستم، فهذا الاويل عماله بيمشي في السيستم وبرد بيرجع مره ثانيه على التانك. اللي كانت رسمته المهندس رشا رسمت لكم اياها المره الماضيه زي هيك اه برجع عليه اللي. طيب أبام لازم يكون في عندي pump to force the oil to the system. فعندي pump والpump عادة راح تكون driven by an electrical motor. فالإلكتريكال موتور بيشغل pump hydraulic pump والهيدروليك pump بتدفش هذا الفلويد في داخل السيستم. عندنا electric motor عادة بيكون electric motor. Drive the pump. يكون electrical motor. فعندي electrical motor بيكون مشبوك مع البمب. وعادة لما الناس بيقولوا شريت مضخة أو شريت بمب بكون شرى هو المحرك مع البمب مشبوكين مع بعض. أوكي ما بروح أشتري بمب لحاله ومحرك لحاله وما بيجوا. فلما الناس باللغة العامية بيقولوا مضخة يعني جبنا محرك مشبوك على البمب. البمب هي اللي بتحرك الفلويد ومشبوكه ميكانيكيا على نفس الشاف تبع الالكتريكال موتور. زي ايش؟ موتور اللي ايش؟ المي طول عشان يطلع المي للخزان. ضخ مي بالضبط هذه مضخه بالضبط نفس الفكره نفس الفكره. بس لاحظوا موتور المي اللي موجود في البيوت فرضا هو الهدف منه ترانسبورت. بنقل المي من مكان لمكان. هون هدف عادة في معظم السيستمز اللي راح تشوفوها زي عندي سلندر بدي احركه الهدف اني اعطي باور فلويد باور سيستم ها. بس هم بامبس التنتين في الحالتين بامبس ودريفن باي موتور. ثلاثة أربعة لازم يكون عندي مجموعة فالفز وشفتوا بعض أنواع الفالفز to control the oil direction أو بريشر أو فلورنس. أوكي مظبوط شفنا أنواع فالز. لاحظوا هذول الثلاث أشياء دايركشن. مثلا تشيك فالز شو بتعمل تشيك فالز؟ بتسمح للأويل إنه يعمل فلو في دايركشن وبتسمح لهش يعمل فلو في الدايركشن المعاكس. إذا عندي مثلا فلوريت إذا كان عندي شو سميناها الفالف الفلو كنترول تتحكم بالفلو تتحكم بكمية الفلو او بريشر ريليف فالف اذا ترفع البريشر فوق حد معين تفتح هاي الفالف وهكذا او دايركشنال فلو ها كل انواع الفالفز المختلفة اللي شفتوها. خمسة حتى اعمل اشي مفيد للفلويد فلويد باور بودي هذا الفلويد باور بدي اوديه على اكتويتر والاكتويتر راح يتحول هذا لبريشر ان اكتويتر تو كونفيرت. لاحظوا الطاقة تحولت أول شيء إلكتريكال من إلكتريكال لميكانيكال والميكانيكال حطيناها على البامب والبامب هلا رح تحول البريشر البامب رح تودي البريشر ترفع البريشر للأكتويتر والأكتويتر رح يحول من البريشر إلى ميكانيكال إلى موفمنت أو فورس إلى ميكانيكال فورس. الاكتويتر ممكن يكون نوعين اللي هم لينير او روتري. اذا كان لينير بيكون سلندر او جاك اذا كان روتري بيكون هيدروليك بامب. وطبعا بين هذول بدنا بايبينج. إذا هي الست كومبوننتس الأساسية
في هيدروليك سيستم عندي تانك يحمل بده تانك هيك يخزن الزيت يضل الزيت موجود فيه البامب اللي بدها تعطيه ترفع البريشر تبع هذا الاويل حتى تدفشه في داخل السيستم اللي هي البي كانوا يسموها بي مش هيك في الفالفز بتشوفوها الكتريكال موتور تعمل درايفنج للبامب لانه البامب بدها تلف بدها برايم موفر هذا كانه برايم موفر الكتريكال موتور بحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه روتيشنال هاي هون بترفع البريشر بعدين البريشر بنوديه الفالفز بودوا هذا البريشر او بودوا الاويل على اكتويتر على اماكن مختلفه في الاكتويتر بحيث انه يتحول البريشر هذا الى ميكانيكال طبعا ما بيكفي بس فورس وتورك بدي فورس وموشن او تورك وموشن اذا عملت بس فورس ما استعملت الشغل بدي فورس وحركه خطيه او تورك وحركه دورانيه وبعدين بدنا بايبينج يشبك او يوصل بين الاشياء المختلفه هاي هذا السيستم